على مستوى الأندية العربية وعلى مستوى المنتخب الوطني. فكان الحقيقة يعني كابتن رائد في عنده صفات ومميزات كثير كبيرة، يعني خاصة بنيته، في عنده نضج ذهني، في عنده كمان كان مو بس بالرياضة متفوق، كان عندنا من أفضل اللاعبين تفوقا حتى علميا كان في ذلك الوقت. نعم كابتن ظافر، يعني احنا لو تحدثنا مشاركاتنا، يعني مشاركات يعني حضرتك كمدرب يعني بالبطولات الدوليه، مثلا احنا عندنا بطوله البسفور، عندنا بطوله الاهرام، عندنا بطوله الانديه العربيه، وانت جميعها كنت مدرب فيها. ما هي المواصفات الفنيه اللي امتلكها مثلا رعد داغر ضمن تشكيله الفريق اللي هو عمر الشباب، اضافه الى طبعا الكابتن قتيب احمد وبقيه النجوم الكبار؟ الحقيقة هم في ذلك الوقت كان عندنا هذا المنتخب هو كله نجوم، يعني كلهم لاعبين مميزين، كل واحد عنده صفات معينة يضيف شيء للمنتخب، فهو كان حضوره متميز في ذلك الوقت، رغم أنه كان يلعب بجنبه يعني أفضل اللاعبين، في كان هو لاعب أشول، يعني لاعب إيده يسار. نعم. فكنا نفتقد بذلك الوقت الى يعني هيك عناصر، فهو كان من جيل سمير، من جيل زياد طارق، رعد خنجر، اسامة عبد الهادي، ذولا هم النجوم. الحقيقه هو يعني اكثر شيء الفت بنظري في ذلك الوقت هي عام 90، كنا في بطوله البسفور في تركيا. نعم. الحقيقه ادى اداء رائع في يعني لسه لحد الان في الذاكره هذا الموضوع، رغم انه تحضيراتنا كانت فقيره بالعراق، فكنت اتوقع انه لن نحقق نتيجه. براحتنا تركيا بوجود منتخب الجزائر ووجود منتخب تركيا اذربيجان ومنتخب شباب تركيا وهاي الفرق الاوروبيه كمان. الحقيقه هو ادى اداء لحد الان انا بالذاكره وما انسى، كان اداء رائع جدا. هو قلت لك اثبت رغم انه في نجوم ما هو بنفس المركز اللي لعب فيه، فهذا الجيل اللي هو كان ينتمي الى كابتن رعد هو جيل العصر الذهبي، وكانوا كلهم مميزين. الحقيقه كان جيل منسجم يعني متقارب المستوى حتى بالمستويات العلميه، يعني انا دربت الان منتخب وطني ودربت انديه سابقا، ولكن اكيد المستوى العلمي له تاثير ايضا على اداء اللاعب. يعني استاذ ظافر، يعني المستوى العلمي له تاثير يعني عين المدرب في تطبيق الخطط والتمارين اللي يؤديها، يعني تجيب لاعب امي شيء اخر، يجيب لاعب عشان يدرس هندسه شيء اخر. تساعدنا شوف الثقافه العامه، الثقافه الرياضيه، كيف يحافظ على نفسه، كيف ياكل، كيف يتدرب، شو معناته التدريب، من تشرح له اشياء علميه يستوعبها، من تشرح له بعد نظريات علم التدريب، تشرح له بايو ميكانيك يستوعب، لانه عندهم خلفيه ثقافيه. ولذلك هذا هو من هذا الجيل اللي تميزوا، والحقيقه يظلوا في ذاك يعني العراقيه. وعلى فكره لا. انا احب يعني كثير اشكرك على هذا البرنامج الكبير، لانه الان احنا نفتقد الى الارشيف بالرياضه العراقيه بعد خاصه تلف او حرق اللجنه الاولمبيه وارشيفها. فانا اتمنى انه من كل الاتحادات تتابع هذا البرنامج وتسجل هذه الحلقات لكل رياضيه حتى تعتمد كارشيف كرة، لانه انا في حلقتي تفاجئت في برنامجك انه اعطيتني بعض المعلومات الحقيقه رغم ان انا مدرب، فكان كنت ناسيها وغايبه يعني عن الموجودين الان بكرة اليد. فانا اشكرك كثير على هذا البرنامج، اتمنى لك الموفقيه، ونرجع الكابتن رائد يبقى لاعب في ذاكره كرة اليد العراقيه، لاعب كبير مرتبط فيهم أكيد. الانجاز هذول، هذا الجيل هو أكيد. جيل الانجازات لكرة اليد العراقيه. شكرا الكابتن ظافر عبد الصحاب، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. العفو. اكيد يعني احنا بالنسبه لنا يعني طرف يعني كابتن رعد من حيث التوثيق، احنا وثقنا التاريخ الرياضي ان شاء الله، وما زلنا يعني نسعى ان نوثق التاريخ من صغيره ولا كبيره، وان شاء الله يعني نقدر الله يعيننا نكمل الباقي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيك الصحه والعافيه. اذا الجيل الذهبي اللي تفضل دكتور ظافر يشتغل به، واللي مزيج اللي هو كان يعني مصطفى
محمد ياسين، كان ابراهيم طه، وسام فاضل، وايضا ظهر بعد محمود صبحي بالحراس اللي نعم. تميزوا محمد زبيدي ايضا اعتقد الان يدرب في الامارات. هنا نشوف المزيج اللي كان كابتن قتيبة احمد اللي هو شيخ اللاعبين مال كرة اليد. قتيبة، باهر زكي، جمال عبد الكريم، كريم هادي، حسام يتحركوا يعني بعدين نعم. سمير عبد النافع، فيصل خليل، علي خلف، عماد علي عبود، صالح مهدي، رعد داغر، جمال فخري، الكسان يوسف، ابو ديالة، سلمان داود، وحسن شاوي. الله. هذا الجيل اللي انت عشت وياه على مدى 5 سنوات، وقلنا انت عندكم مشاركات كانت بطولة الاندية العربية خاصة مع النادي الرشيد نعم. ولكن انت اول مشاركة نسألناك سؤال ما جاوبتنا عليه، انه اجمل دوري لعبته في الفترة واجمل مباراة لعبتها. الحقيقة ولو هي كلها حلوة اكيد راح هي كلها حلوة، بس الدوري انا حقيقة اجمل دوري لعبته عندما انتقلت من نادي الرشيد او هو الكرخ الى نادي الطلبة. يعني هذه الفترة لانه كان المنتخب الوطني مثل ما قلت لك كان هل كان نادي الطلبة اللي بيكون انه الضغط النفسي توخر عنك؟ هو الشغلة اللي صارت شنو احنا في نادي صباح داود. لا لا هو هاي فد نقطة يعني، بس الشغلة شنو الشغلة بانه احنا في نادي الكرخ كنا 16 لاعب فريق يعني منتخب وطني. فكان الناس اللي اللاعبين اللي قاعدين على احتياط هم لاعبين منتخب وطني، وكانوا اللاعبين لانه قبل هسه صار 14 لاعب، قبل احراج بالتبديل لاعبين او تشكيل. لا لا هم احنا حقيقه في المواسم هاي لما كنا نلعب بالتدريب يجمعنا استاذ ظافر يخلينا فريقين كنا نستفيد اكثر مما كنا نلعب بالدوري. نعم. يعني لانه اللاعبين لما يجمعنا فريقين يسوي لنا ف ال 92 هو اللي انتقلنا حوالي 4 إلى 5 لاعبين، فراس شحيت، علي ناصر، محمود صبحي، اعتقد مو حمودي لاعب اخر، انتقلنا 5 لاعبين الى نادي الطلبة. فصار اكو تنافس بالدوري، لذلك في السنة 92 اول مرة نادي الكرخ ياخذ الدوري بفارق الاهداف. يعني معناته الكفة متعادلة جدا. يعني لانه بالدوري الاول خسرنا معه، في المرحله الثانيه العفو خسرنا مع الكرخ، في المرحله الثانيه اللي هي كانت نهايه الدوري فزنا على نادي الكرخ. ايضا كانت مشاركات خارجيه يعني وديه نعم مع بطولة الربيع بالكويت، وايضا كانت بطولة الرباعية لا بطولة الربيع كانت في الامارات العفو نعم، وبطولة الرباعية في الكويت نعم. هاي المشاركة أيضا كانت ودية، يعني لقاءات ودية تنافسية صراحة. البطولة الربيع اللي صارت بال 86 في نادي الشرق هي كان المفروض أنه يشارك بها الدنمارك، منتخب الدنمارك نعم، ومنتخب الهنغارية، ومنتخب الإماراتي، ومنتخب العراقي. فاحنا كنا رايحين نادي الرشيد وكنا منتخب وطني حقيقه. يمن وصلنا الامارات الفريق الدنماركي لم يحضر، الفريق الهنغاري لم يحضر، فتأوا الاتحاد الاماراتي بانه تكون بطوله الربيع بطوله رباعيه يشاركون بها الفريق الاول على الدوري في الاماراتي والثاني ومنتخب الامارات. يعني قصدي الدعوه للفريق العراقي، معناته هناك اكو مستوى جيد للفريق العراقي بحيث نعم. انه هناك يكون احتكاك مع الفريق العراقي نعم. هذا كان الهدف من عدل الاساسي نعم. تحقق يعني هذا الهدف بالنسبه لكم ام بالنسبه انه من رحنا يعني لو الفريق الدنماركي والفريق الهنغاري جاي كان استفادينا يعني استفادينا انه هاي مدرسه اوروبيه نعم. شرقيه وهذه، لكن اللي صار بانه احنا لعبنا ويا الفرق المنتخب الاماراتي فزنا عليه بفارق 15 هدف. فكان حتى كان على هامش البطوله كانت اكو دوره تدريبيه نعم. كانوا مشاركين بها مدربين عراقيين، الساد سعود من صلاح الدين وساد الاستاذ خالد احمد منصور، كان اكو بطوله محاضر دولي دنماركي كان مشارك بال اللي ماشي بانه المحاضر الدولي اذا احتاج لاعبين تطبيق عملي تطبيق المفروض ياخذه من نفس الدوله اللي هو بيها المستضيفته. لكن اللي صار انه بوقتها المحاضر الدنماركي اجى الاستاذ ظافر قال له ممكن انه اريد الفريق مالتك، حتى استاذ ظافر قال له يعني
من المحترف ادبيات لانه قال له لا هذول ما يفيدوني راح يتعبوني لانه ما عندهم عقليه لانه شاف قبلها لعبتين لعب الفريق العراقي وكيف انه استاذ ظافر عن طريق الاشارات يعني فزت على المنتخب فرق 15 فرق 15 هدف ذكر هدف. نعم. اما الرباعيه بالكويت ايضا بنفس الطريقه كانت الرباعيه كانت الانديه شاركوا بها اربع يعني كانت هي استعدادات كان الكويت متطور اكثر من الامارات بكره نعم. اليد يعني الكويت لا تنسى عند نعم. لاعبين يعني عند باسم القصار نعم يعني كان من اللاعبين الرائعين جدا عيسى عبد القدوس عائلة عبد القدوس نعم. هذول معروفين نعم. فرحنا كانت الحقيقة الثلاث أندية إضافة إلى نادي الرشيد كان نادي القادسية نادي الكويت ونادي العربي وأخذنا البطولة فزنا على الفرق كلها. هاي البطولات هي يعني صراحة يعني هي تفصل المدرب ظافر عبد الصاحب أن يعطي استقرار للفريق بتشكيلته بكامله وحتى كانت بطولة مجلس التعاون العربي الأولى في عمان نعم. لم تكن بمستوى الطموح وإنما هي كانت فرصة للمدرب ظافر عبد الصاحب فقط أكثر ما هي بفائدة أخرى يعني. نعم لأنه كان فريق المصري هو الفريق الوحيد اللي ممكن الفرق الأردنية قياسا يعني فرق لكن انتوا اخذتوا البطولة اخذنا البطولة لعبنا النهائي مع الفريق المصري الأولمبي المصري نعم الأولمبي المصري. انتقالنا الى بطولة الأندية العربية هنا نعم. يكون المستوى يختلف عن ما تحدثنا عنه سابقا ان الرشيد يشارك في بطولة الأندية العربية اللي في تونس عندكم مشاركتين في تونس ثم بعدها في العام الثاني في المغرب نعم. مشاركة تونس كانت مشاركة طبعا تعتبر من المشاركات اللي على مستوى عالي جدا نعم. صراحة كيف نستغفر معك هاي البطولة كابتن؟ الحقيقة إشارة تتذكر زين ها؟ لا لا إن شاء الله ذكر لأنه 1988 المنتخب أو هو النادي الرشيد والكرة اليد العراقية كانت في أحسن حالاتها نعم. قبلها كان يعني لمدة سنة أو سنتين كان أكو مدرب يوغوسلافيا موجود بال يعني اللي ضاف المدرسة اليوغوسلافية مدرسة خاصة لأنه 1986 كانوا هم أبطال كأس العالم وفاللي في 87 الاتحاد سوى عقد مع مدرب ألكسندر مدرب يوغوسلافي وضاف الكثير من الأمور لكرة اليد وكان أحسن حالاته بال 88 على ما أذكر أنه اللعبة الأولى للافتتاح كانت مع فريق أنتوا كنتوا مجموعتين احنا كنا الاولى والثانية نعم. المجموعة اللي كنت الاولى نعم احنا مجموعتنا كانت نفط وهران الجزائري غزة الفلسطيني وكان الاهلي السعودي العفو الاهلي الاماراتي الاماراتي وكان فريق اخر ما اذكره حقيقة يعني هم كل مجموعة كان بها اربع فرق فالمباراة الاولى مع نفط وهران الجزائري فزنا عليهم 25-19 بفارق 6 اهداف كانت المباراة الأولى والفرق الأخرى الأهلي الإماراتي وكانت يعني هو السؤال هنا كابتن من هاي البطولة نعم يعني نعم ولكن أنتوا في النهاية يعني أنتوا غلبتوا فوز وهران فرق ست ولكن بالنهاية كانت هم الفوز لوهران نعم هل كان هناك تطبيق يعني موضوع آخر بالنسبة لفريق وهران أم كان ثقة الفريق العراقي كانت هي أكثر من اللازم؟ لا هي أولا دخلنا المباراة وإحنا على يقين بأنه نقدر نفوز على هذا الفريق لكن هي امور تختص يعني مختصه بالحقيقه بالمدرب يعني مسائل لانه لكل لعب لعبه ظروفه اكيد لانه انت مثل ما انت قريت الفريق وعرفت شلون يلعب المدرب الاخر عرفك شلون راح يلعب انت فزت على بالشبه على الاهلي السعودي كانت فريق الاهلي السعودي ايضا فريق فرق جيد 15 هدف اي يعني بس كان فريق جيد يعني فريق جيد الاهلي السعودي وحتى نعم. في البطوله اللي هسه كانت في مراكش يعني لعبوا مع الترجي على النهائي الاهلي نعم. السعودي نعم. يعني